مش عايز اجوزهم يا ستي، عايز اربيهم كويس، ده الاهم. عندي هدف اهم. اتمنى ما يعني مش عايز اقعد اقول حاجه على لسانهم عشان ما يكبروش يتضايقوا، ولكن اللي انا بتمناه دلوقتي وانا بتكلم معاكي ومن قبل كده بشويه وبعد كده بشويه، ان عندي اهداف تانية. اولها ان اخليهم بني ادمين كويسين في المجتمع ده، اربي بني ادم صالح على قد ما اقدر، صالح نفسيا واجتماعيا وتعليميا ودماغ ووعي وحب ومشاعر، ده الاهم. ساعتها يبقى هو يقرر. زي ما بقعد اقول يتمنى اولادك يطلعوا فنانين، اتمنى يزيدني شرف، انا ابويا وامي فنانين واخواتي فنانين، فاتمنى ولادي ولاد اختي يطلعوا فنانين، ولكن هم يبقوا هم اللي عايزينه. ولكن الفن باي شكل ليه، اي المذيع فنان، المصور فنان، الكاتب، المعد، المونتير، الرسام، كل ده فن. اللي بيرقص بيفن، اللي بيلعب مزيكا، اللي بيعزف، اللي بيالف مزيكا، كل ده فن. يعملوا اي حاجه فيه اتمنى، ولكن هم اللي هم عايزينه. لكن اتمنى قبل ما افكر فكره الجواز اتمنى يبقوا في حضني طول الوقت. طبعا هم اجمل حاجه في الدنيا. اب متعصب جدا، وزملكاوي مش متعصب، زملكاوي بحب الزمالك، بحب الزمالك جدا. انا دايما بشجع الاهلي وبيلعب بره مصر، وعلى فكره لو الزمالك اتغلب وهو بيلعب وحش ما بتضايقش، بفرح، يستاهل، مش في عدل يا معلم. ولكن عندي مشكله ثانيه، ان احنا عندنا المنظومه الكرويه في مصر سيئه جدا وما فيهاش عدل. ليه بقى؟ نقعد نتناقش في ده كتير، نعمل عنه برامج مش حلقه ولا حلقات احنا. ونفس الموضوع في الفن، ولكن الكرة عشان الفترة دي بقى في إعلام كروي زيادة عن اللزوم. عندي فيلم قريب اسمه المنبر، إن شاء الله ينزل قريب. فيلم مختلف شوية عن حياة الأزهر، وعندي فيلمين بطولتي داخل أعملهم. بالعكس أنا مش مختفي قد ما بعمل حاجات، بحاول أنقي اللي أعمله. ما عملت سينما كتير، انا عملت في حياتي 12 فيلم مثلا او 13 مش فاكر، فيهم كذا فيلم ضيف شرف، بس بعمل اللي بحبه بس. زائد ان الدراما التلفزيونيه بقت اكبر بكتير من السينما الفتره الاخيره. ايه؟ مش هينفع اكلمك عنها دلوقتي، بس يعني عندي حاجات مهمه ان شاء الله هتبقى انت اول واحده تعرفي عنها ان شاء الله. وعد. لسه 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 لسه. والله بصي، عشان انا بحبش كلمة تنمر عموما، هي تريقة، ولكن هي تعالي احنا بقينا بس نقول ايه، ان بقى في تعدي، التعدي بقينا نجمله ونقول عليه تنمر. اصل التنمر دي بدا يقول لك اصل بيهزر على ده ويتريق ده. احنا من عمرنا طول عمرنا احنا عيال صغار بنقعد نهزر على بعض ونتريق، اهلي وزمالك، تخين ورفيع، فاهمه قصدي؟ ده هزار احنا حولناه لتنمر، لكن في تعدي بالالفاظ. وب السوشيال ميديا خلت زي ما بقعد اقول، هي اسوأ حاجه في الدنيا، هي زفه كدابه، اختلط الحابل بالنابل، خلي كل الحاجات تخش في بعض. بكرهها جدا جدا، شايف ان هي من ضمن الحاجات اللي بوظت المجتمع اكتر. كنا بنعيب زمان في نص التسعينات على كلمه عولمه، ادينا دلوقتي بنعيشها بحذافيرها. ان بقى اي حد يعمل اي اكونت يطلع يشتم في اي حد، واي واحد ب 5000 جنيه يقدر ينفخ نفسه او يقلل نفسه او يحارب حد تاني، سهل جدا.